الحمد لله رب العالمين، الحمد لله مدبر الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام، وهو سبحانه الملك القدوس السلام، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وحبيب الرحمن سيدنا محمد عليه الصلاة وأتم السلام. ونحن في هذه الأيام المباركات، أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، كثير من الناس بيسأل إيه هي أفضل الأعمال في هذه الأيام المباركات اللي هم العشر الأوائل من ذي الحجة. كثير من الناس بيسأل عن الأيام دي. هذه الأيام لها من الشرف والفضل والمكانة ما لها، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي فضلها على باقي الليالي والأيام. فالله جل وعلا قد أقسم بهذه الأيام فقال: والفجر وليال عشر. هذه الأيام المباركات حثنا رسولنا صلى الله عليه وسلم على اغتنامها، فقال صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وآله قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، أي العشر الأوائل من ذي الحجة. فقال الصحابة: ولا الجهاد يا رسول الله؟ يعني أي الأعمال كلها خير يا سيدنا، حتى أفضل من الجهاد يا سيدنا النبي؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا استثناءه، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يعني سيدنا النبي بيدلنا على أن الأعمال دي أيام كلها فضل وأيام كلها خير، والثواب فيها بيكون مضاعف، زيها زي رمضان، زيها زي ليلة القدر. لابد أن نغتنم هذه الأيام وهذه الليالي المباركات. طب الاغتنام ده بيكون إزاي؟ إن أنا أشغل وقتي وأشغل نفسي وأشغل فكري بذكر الله سبحانه وتعالى، إن أنا أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، إن أنا سبح ربنا، إن أنا كبر ربنا، إن أنا هلل لله، أقول لا إله إلا الله، إن أنا أساعد الناس، إن أنا أكون في عون الضعفاء والمحتاجين، إن أنا أساعد الأرامل واليتامى. هو ده والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هو ده اللي قاله حضرة سيدنا النبي: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. يبقى أفضل الأعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة، هذه الأيام المباركات، فأنا لازم أغتنمها، أغتنم فيها الصدقات، أغتنم فيها صلة الأرحام، أغتنم فيها الذبح. إن أنا في العيد إن شاء الله رب العالمين ربنا يقدر كل حد إنه يساعد التاني إنه يذبح ويتصدق، كما قال الله: قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فنعوز الأيام دي إن إحنا يكون عندنا فيها الاستغلال الأمثل والأفضل لها، كما حثنا ربنا وعلمنا نبينا صلى الله عليه وآله. وكمان في الأيام المباركات دي عندنا يوم اللي هو أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، اللي هو ركن الحج الأعظم، اللي هو يوم عرفة، اللي هو يوم التاسع من ذي الحجة، اللي هو يقف فيه المسلمون الحجاج على عرفات. فاللهم ارزقنا حج بيتك الحرام والوقوف على عرفات، اللهم آمين يا رب العالمين. كتير من الناس بيسألوا: عايزين بقى نستغل اليوم في الوقوف على عرفات، طب الحجاج بيقفوا على عرفات، أنا أقدر إزاي أشاركهم؟ أقدر أشاركهم بالدعاء، أقدر أشاركهم بالعمل الصالح، أقدر أشاركهم إن أنا أصوم اليوم ده. طب صيام اليوم ده له عند ربنا ثواب؟